مستطيعين في ظلال هذه الآيات. والله يحب الصابرين، ادخلي مع هؤلاء الذين أحبهم الله عبر بوابة الصبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هل تعلمين أن الملائكة عند أبواب الجنة يرحبون بالمؤمنين والمؤمنات، وتقول الملائكة لهم سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم يا طلاب الجنان ويا عاشقات الجنان، لأنكم صبرتم على الابتلاء والأمراض وفقد الولد والزوج وهذا حادث وهذه مشلولة وهذه مريضة. وبشر الصابرين الذين من؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هل أنت منهم؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله أن الزوج طلقك، وما المشكلة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.